أعزائي المشاهدين، بفقرة بطاقة شخصية بحلقة أضواء التلفزيون لهذه الليلة، يسعدني ويسعد أسرة البرنامج أن نستضيف فنان الجزيرة العربية والخليج الأول، صاحب أبعاد، صاحب في الجو غيم، صاحب الكثير والكثير من الأغاني اللي حبيتوها، ضيف حلقة الليلة أعزائي المشاهدين الفنان المعروف محمد عبده. فأهلا وسهلا بالفنان محمد عبده ببرنامج أضواء التلفزيون. الله يسلمك، شكرا. وأنا شكرا التلفزيون، وأرجو إن شاء الله أن نقدم يعني المطلوب للجمهور العزيز في الإمارات. الفنان محمد عبده، في بداية هذه الدردشة اللي بتكون وياك، ودنا أن تعرف على البطاقة الشخصية اللي محمد عبده وبكل ما تحمل. البطاقة الشخصية محمد عبد عثمان الجزاني، هذا الاسم الكامل. والسن 30 سنة، والحالة ايه؟ الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية متزوج، و بس العمل هذا كله اللي مدون. العمل هل هو متفرغ لو انا؟ كنت متفرغ للفن. لا انا يعني زي ما تقول فنان يعني فنان. طيب استاذ محمد، الكل مشوار فني ذكريات، فودنا نعرف ذكرياتك ويا مشوارك الفني من بدايته. البداية الفنية عادة لأي فنان أو أي مطرب بتكون معروفة، طبعا تبدأ من خلال الهواية، تنطلق نحو طبعا غناء الألوان الشعبية اللي موجودة في بلده، بتنطلق أيضا نحو تقليد الشخصيات الغنائية المطربة الوقت مثلا، والأغاني المشهورة في ذلك الوقت، إلى جانب طبعا إعطاء فرصة دراسية مثلا في الدراسة مثلا للأوقات الثقافية الروايات. نعم، شوية هوايات في الكشافة ومعسكرات كشفية، ومن خلالها يعني برز النشاط الفني، ياخذ يعني في طريق البروز اول جمهور كون لي طلبة الكشافة. طيب خلينا، طبعا انت قاعد اسمه بداية اول ما بدأت كان بداية الاسطوانات عام 2000، سجلت 3 اسطوانات تقريبا في كلورات حجازية. تذكرها الأغاني؟ إيه، منها سنتي هاني من عمر قال في العشقة، ومنها أيضا لحني للأستاذ عمر حارة، والآخر مشوار بعيد بعدها عام 63 تقريبا رحت للإذاعة، وكان مدير الإذاعة جدا يحب يشجع المواهب، فأعطاني الفرصة أني أنا أكون في الإذاعة، وكنت قبلها برضو في من خلال برامج الأطفال أيضا في الإذاعة أقدم بعض المشاهدات أنا أشيد الأطفال. وبعد كده طبعا التلفزيون، بس قبل ما أجي التلفزيون أول رحلة أقوم فيها خارج المملكة إلى الكويت 65 تقريبا، كانت رحلة فنية أيضا؟ كانت رحلة فنية. وفي نفس السنة أيضا في عام 65 أول رحلة كانت لي في برضه أيضا من
يعني من الإذاعة لأن في الهدف بعد عام 64 عام 65 كانت الطلاقة الحقيقية بالنسبة لي. جيت كنت عدة أغاني بدل حتى في المملكة العربية السعودية يعرف خلال الأغنية هذه. أعتقد بعد هذا أستاذ محمد طبعا طلعت القاهرة قمت بالحفلات اللي كنت الحفلة كانت في عام 69 سجلت خلال قضيات إنما لم أكن لغاية ما وسجلت أغنيات كثيرة طبعت على أسطوانات أيضا منها الألحان و فصرنا نروح للقاهرة أيضا للتسجيلات إلى عام 71. في عام 71 رحت القاهرة وعملت مسلسل غنائي من 13 حلقة في القاهرة في عام 71. هذا الكلام يعني بدأ من خلال الجمهور المصري في عام أيضا 71. طبعا احنا بنحكي بالتاريخ الميلادي في عام 71 إلى جانب المسلسل التلفزيوني اللي قمت بتنفيذه والغناء فيه عملت أول حفلة لي في القاهرة وغنيت فيها أغنيتين في عين الحنان ويا مركب الهند. طبعا انشهر مركب الهند في ذلك الوقت انما البدايه الحقيقيه في القاهره ما كانت الا من عام 73 فيها الرسائل واي بصفتك فنان والخليج الاول يا ليت نعرف رايك بخصوص مستوى الاغنيه السعوديه بوجه عام والاغنيه الخليجيه بوجه خاص. والله اقدر اقول لك شيء انه مرحلة التكامل بالنسبة للأغنية السعودية والأغنية الخليجية يعني لسه ما نقدر نقول بدأ يعني أخذت المرحلة في التكامل يعني لأنه لا يمكن تقول على أي أغنية متكاملة إنها يعني جيدة ومتكاملة إلا لما تستكمل جميع عناصرها اللي هي الكلمة واللحن والأداء والموسيقى. احنا عندنا ثلاثة عناصر موجودة اللي هي الكلمة واللحن والأداء إنه لازلنا نحتاج إلى العناصر أو نفتقر إلى العناصر الموسيقية المحلية الموجودة. في سؤال ودنا نطرحه عليك وهذا سؤال يشغل بال الكثيرين وطرحناه على عدد من الفنانين وبصفتك الفنان الأول في الخليج والجزيرة العربية فيهمنا رأيك بهذا السؤال. السؤال هو أن كثرت الأقاويل حول مستوى الأغنية الخليجية وقالوا الناس أن الأغنية الخليجية أصبحت اليوم في تذبذب يعني يوم تلقى مستواها طالع ويوم تلقى مستواها منخفض جدا. عللوا الناس سبب هذا التذبذب بتجارة الكاسيت وقالوا أن تاجر الكاسيت وده يبيع أكبر عدد من شرائط الكاسيت لأي مطرب حتى لو ما كان صوته مقبول على أساس أنها تجارة فقالوا أن هذه التجارة أثرت تأثير كبير على الفن في منطقة الخليج. فما أدري شنو رأي الفنان محمد عبده في هذا الموضوع بالنسبة لتجارة الكاسيت شأن وشأن أي مطبوعات يعني كان بالنسبة للكاسيت فرض نفسه وألغى حاجات كثيرة مثلا منها الأسطوانة في منطقتنا عموما ولا نقدر نلقي اللوم على الانتاج الفني من ناحيه الكم يعني من ناحيه الاكثار في الانتاج بالنسبه للكاسيت لانه كل فنان طبعا له ظروفه ويحتاج الى مثلا عدد من الاغنيات ليقيم بها حياته الفنيه والمعيشيه. وهناك برضه في الانتاج ما هو الغث الرخيص والجيد ايضا هذا كله طالع في الكاسيت يعني ممكن تحصل الجيد وممكن تحصل الرخيص انما تقييم الانتاج هو المهم جدا سواء كان في الكاسيت او كان في التلفزيون او كان في الاذاعه
إذا جيت بتقيم الانتشار أو الرواج للكاسيت فهو يعني ما يشكل بالنسبة للأغنية الجيدة غير 20%، الباقي من 80% إنتاج غير لائق، وفي نفس الوقت إنتاج يعني ما هو بالكفاءة الفنية المعارضة. إذا توافق هذا الرأي اللي يقول الكاسيت وراء حبوب. إنما لا يعني هو في الوقت نفسه بقول لك أنا هذه الظاهرة موجودة حتى من أيام الأسطوانات، يعني نجد بأنه كلمات ذات مستوى رديء جدا وصوت أردأ وعزف أردأ جدا، وتجد أنه يوزع بال80,000 نسخة أيام الأسطوانات وبال90,000 وبال100,000 نسخة، بينما ما توزع الأغنية الجيدة إلا 20,000 أو 30,000. نفس الظاهرة دي انتقلت من الأسطوانة للكاسيت. إذن إحنا يعني المطلوب مننا الإدراك أو الوعي الفني بالنسبة للإذن يعني وللجمهور الشرائي. الفنان محمد عبده، التعاون في منطقة الخليج مطلوب في كل النواحي، فمثلا شفنا التعاون الرياضي، وشفنا التعاون في البرامج التلفزيونية، وشفنا أيضا التعاون بين محمد عبده وفنانين يعني مؤلفين وملحنين من خارج المملكة العربية السعودية. أنتج هذا التعاون لمحمد عبده يمكن أشهر أغاني اللي غناها مثل أبعاد ونسيتيني وفي الجو غيم. هذه الأغاني طبعا كانت من تأليف الشاعر الغنائي الكويتي فايق عبد الجليل، ولحنها الفنان المعروف يوسف المهنة. ودنا نعطي السادة المشاهدين نبذة عن بداية هذا التعاون، وشنه النتائج اللي ممكن نحصل عليها إذا استمر هذا التعاون سواء في مجال الغناء أو أي مجالات أخرى في منطقة الخليج. ما في شك بأنه يعني عندما نلتقي احنا في عمل معين مثلا في المملكة والخليج، عمل مشترك، ما في شك أننا احنا بنقدم نموذج للأغنية العربية للخارج في الدول العربية سواء أو في الدول برا العربية. فأعتقد احنا دائما نحتاج لأن نكمل النقص الموجود فينا من البعض الآخر. والآن أعتقد أن واجبنا أننا نحن نقدم الأغنية العربية في ثوب موحد بالنسبة للجزيرة العربية، لأنه أولا مزيج كبير من الألوان المتقاربة بين المملكة لا يتجزأ من الجزيرة العربية بالنسبة للخليج، وكالخليج بالنسبة يعني بالنسبة للمملكة، كلنا يعني بنخطو في يعني في او ب او ب او بنستقي من بحر تقريبا في الانغام وفي المقامات وفي الالوان وفي لما اقول في الكلمة نفسها، قد يكون هناك بسيط في اللهجات، وهذه اللهجات متواجدة أيضا في داخل المملكة، اللهجات تختلف عن اللهجات الأخرى. فمثلا الآن قبل يعني إنما إحنا الآن ما نقدم أغنية سعودية ولا أغنية خليجية، إنما نقدم أغنية عربية، نقدم مثلا عمل متكامل مشترك بيننا وبين بعض بصرف النظر عن المسميات، يعني أقول لك مثلا أنا وفايق عبد الجليل مثلا عمل زي بعد مثلا ضغط انتشار ولا يزال في ضغط انتشار واسع بشيئتين زي ما اشتغل قوي منتخب الخليج، وهذا يطلب يعني التعاون على الجميع سواء في التعاون الفني او اي حاجه. استاذ محمد، بنترك شوي الفن وبندخل في الخصوصيات وبنتكلم عن اشاعه ظهرت في الصحف والمجلات وتقول ان الخلافات شديده بين الفنانين في المملكه اللي هم طلال مدى ومحمد عبده، وما مدى صحيح؟ والله الخلافات وجدت